63 في 25 ماي كان الاجتماع الذي تم توقيع فيه على ميثاق الوحدة الإفريقية بحضور تقريبا 30 دولة. الجزائر كانت من الموقعين الأساسيين وهي خارجة من الاستعمار بكل جراحه، إذن فوافقت عليه ولم تتحفظ على أي بند فيه. بطبيعة الحال كما قال سعد السفير وهو الخبير، المغرب تحفظ منذ البداية على مبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار ولم يقبل منه، بمعنى هذه هي بداية سياسات توسعية التي لا تؤمن بالحدود، وبالتالي فهو استمرارية ما يقوم به في المغرب وكما قام به من قبل بموريتانيا هو استمرار لهذه السياسات. إذن في هذا اليوم نحن في الحقيقة هذه فرصة لنقف ماذا حققت إفريقيا وماذا ما بقي من أجل أن التحديات التي تواجهها المغرب لليوم في سياسته يعني الخارجية. دائما يقول بأنه المغرب جزء من أفريقيا وأفريقيا هي جذورنا في أفريقيا وراخره، ولكن لعل ننسوا الوقت اللي كان الملك حسن الثاني كان يقول على أفريقيا، كان يقول على منظمة الوحدة الأفريقية كونفرنس تام تام، ولما حصلنا على عضوية جمهورية صحراوية أخذ قرار للانسحاب المغرب من المنظمة.